تمكن متطوعون من الموصل من تحويل أرض المعارض إلى مستشفى ميداني بمساحة 1500 متر مربع. شارك مهندسون وعمال بناء ونجارون وعمال ورجال أعمال من أبناء الموصل في تحويل منطقة المعارض إلى مستشفى الحجر الصحي. وأعدت المستشفى التي أقيمت شرق الموصل لاستقبال الأفراد القادمين من خارج المدينة. من المؤمل أنه يستقبل أكثر من 86 شخص إلى 85 شخص، حتى بالتالي أنه نحاول قدر الإمكان أن يكونوا بمحاجر فردية. طبعاً الحجر راح يكون مجهز بعدة أمور تناسب أو تليق بالمحجور الوافد، أقلها أنه تكون المساحة عبارة عن 6 أمتار ونص مربعة. الأرض التي أقيمت عليها المستشفى ملكية خاصة، لكن مالكها استجاب لمناشدات أبناء المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي وقرر تحويلها لموقع للحجر الصحي. كلف تحويل أرض المعارض إلى مستشفى 12 مليون دينار عراقي فقط، أي ما يعادل 10,000 دولار أمريكي. دائرة الصحة في نينوى أعلنت توفير الفرق الطبية، فيما ستوفر دائرة الشرطة دوريات لتأمين المكان. بعد دخول جائحة كورونا على المحافظة، بعد مرور 3 أشهر من وجود الفيروس بالمحافظة، لاحظنا أنه الحكومة المحلية لحد هذه اللحظة ما قدرت توفر الحجر المناسب والعزل المناسب للوافدين وللمصابين بالفيروس. فإحنا كشباب ارتئينا أنه كفرق تطوعية وكشباب متطوعين من محافظة نينوى ارتئينا أنه نوفر الحجر والعزل المناسب للوافدين إلى المدينة. في الموصل فرضت الحكومة المحلية تدابير وقائية كفرض حظر تجوال كامل وإغلاق المدينة، لكن البنية التحتية الصحية في الموصل تواجه تحديات جمة، حيث تم تدمير معظم المستشفيات والعيادات خلال العمليات العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم داعش عام 2017. واتخذ العراق إجراءات صارمة لوقف تفشي الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والمطاعم ومنع التجمعات العامة وإغلاق الحدود.